هذه الستة ديال الصباح، وهذا هو الرموك اللي غادي نشد به الطريق لمنجب ديال الذهب. عندي يومين ديال الطريق، المسافة طويلة بزاف وصعيبة حيت ما عندكش الحق توقف. الشركة مراقبة الرموك بالليل وبالنهار، والصغيرة والكبيرة خصك تعلم بها الناس ديال الشركة حيت ما خصكش تبدل المسار، وهاد العملية خصها تكون في سرية تامة. هاد المنجم ديال الذهب جاي في واحد البلاصة مخبية وبعيدة على الطريق وعلى البشر. هاد المنجم ما خصكش تدخلو بالنهار، خصك تدخلو بالليل. داكشي علاش خرجنا نهار قبل بالنهار، باش النهار كامل وانت صايق باش تدخل بالليل صار جي الذهب، والصباح عاوتاني تخرج. هاد المهمة كيعطيوها لنا الناس ديال الشركة مرة في شهرين، يعني كتكون فيها الفلوس بزاف. داكشي علاش النوبة كتجيك مرة في شهرين. ملي كتجيك النوبة ما خصكش تغلط، خصك تأدي المهمة على أحسن وجه باش تقدر تاخد واحد 20,000 درهم ولا حتى 30,000 درهم مغربية. يعني هاد المهمة كل واحد غادي يتمناها تجيه مرة في الشهر ولا مرة في شهرين، ولكن خص دير المهمة على أحسن وجه كما طلبت منك الشركة. هنا درت المازوط، المازوط ولا باحث الاستراحة في البلاصة مع توقف مع تزيد. عندك الحق توقف 5 دقائق وتكمل الطريق. هنا كملنا الطريق، طريق زوينة وعطى الله فيها ما يتشاف، ولكن بحال هاد الواد تبغي غير تهبط تمنظر فيه، ولكن ما عندكش الحق غير توقف غتكون خالفتي القواعد ديال الشركة. هاد الشيء علاش قلت لكم مهمة صعيبة. هنا مور العصر، النهار بدا كيمشي والطريق خبطتها مزيان وقريب نوصل، ماشي قريب بزاف ولكن باقي ليا شوية ديال الطريق. غادي نخليكم مع الطبيعة تمنظروا وحتى نقربوا للمنجم ونكمل لكم. هنا كنا وصلنا للمدينة اللي قريب ليها المنجم، سنيت الكونترا وخديت الترخيص من المنطقة باش البوليس ما يزيرونيش في الطريق. وهنا دخلت على البيست اللي جاية غابرة على الطريق وسط الغابة وبعيدة على الناس. هنا دخلت للمنجم، ما عنديش الحق نصور، ولكن صورت بالكاميرا ديال الرموك باش تشوفوا المنجم فين كاين وفين مخبي. هاد الشي غريب وعجيب، ولكن الناس راه خدامة وقاضية حاجة. هنا دخلت المنجم ورخصوا ليا باش ندوز، وانتوما كتشوفوا المنجم جاي غابر وجاي بعيد على الطريق. هنا المهمة الثانية شنو هي؟ غادي توصل الرموك وغتبوانتيه في البلاصة فين عطاوك الحق تبوانتيه، وغادي تخويه وغادي تسكتو وتحل بيباند الرموك وترجع وتجلس. انتوما كما كتشوفوا الناس خدامين، الماتريال حديد تراكسات كل شيء امارش، ولكن غير بالليل. هاد البلاصه كتخدم بالليل، بالنهار كتكون منفيه حليله ما فيها حتى شي واحد، ولكن بالليل كتكون خدامه وفيها الحركه. هاد الوقيته دخلت يلاه 10 د الليل، اغلبيه ديال الخدامه كيتعشاو، عاد غادي يبداو الخدمة. كيبداو من 11 الليل وكيوقفوا في 6 ديال الصباح. وهذه هي الشروط اللي خصني ندخل فيها، خصني ندخل قبل 10 د الليل باش يسنيو ليا ويشارجيو ليا
عاد نكمل الطريق. هانتوما كتشوفوا السيارات ديالهم ديال العمال والمهندسين وكاع الناس امارش ومحركة، ولكن دابا اغلبية فيهم كيتعشاو. غادي نبلاصي الرموك ديالي وغادي نتسناهم حتى يجيو يشارجيو، حيت ما عندي الحق ندق على حتى شي واحد وما عندي الحق نهضر مع حتى شي واحد. انا كنتواصل غير مع الناس ديال الشركه وهما اللي كيقولوا لي شنو غادي دير. دابا راه جاني ميساج باش غادي نوقف الرموك في واحد الكروازمون اللي مطراسيه بالحمر، ما عنديش الحق نخالف اي قاعده من داكشي اللي كيتطلب مني. وهنا عطاني جي بي اس انني خصني ندور ونقلب على ديك الشريط اللي بالحمر. وهنا هاني بديت كنقلب، هاي التراكس هنايا والقروات والماتيريال. وهنا غادي نبدا نقلب. هنا واحد الوقيته تلفت شويه ما عرفت فين غادي نمشي، ولكن بقيت متبع غير الجي بي اس هو اللي غادي يعطيني الطريق فين غادي نوقف. وهنا بانت لي شي حاجه بحال هكاك وضربت فيها الضوء، وهنا تاكدت ان هاي البلاكه وهي الشرطه الحمراء. وهنا راني شارجيت وديماريت، حيت ما عنديش الحق نبقى شاعل الكاميو، ومنين طفيت الكاميو طفات الكاميرا. داكشي علاش ما عنديش الحق نصور من غير الكاميرا د الرموك. ها هما هادو كما كتشوفوا الحاويات ديال الرموكات، هادو الناس اللي غيجيو من مورايا يشارجيو. وهنا هاني ديماريت وغادي نرجع نشد الطريق. في البلاصه ما كاين لا جلس تعشى لا جلس ترتاح، كتعمر كيقول لك خوي في البلاصه. وهنا هاني ديماريت وهاني غادي نرجع. هاد البلاصه اللي مشرطه بالحمر غيجي عاوتاني واحد خور غيبلاصي فيها، ها هي خاويه حتى كيخرج الرموك عاد كيدخل الرموك. وهنا هاني خارج في البيس، هاد البيس غديني الطريق حتى لوتوروت. هنا ها هي خرجتني وهنا قريب غادي نطلع على الطريق، وخليت لكم شويه باش تشوفوا الخرجه ديال الطريق كي دايره. هنا هاني غادي نخرج للطريق، خرجت للطريق المازوط ما بقى فيه والو، حيت اخر تعليمات عطاوني الشركه ما نعمرش المازوط حتى نشارجي الذهب. داكشي علاش ما خصنيش نخالف شي حاجه كتطلب مني. هنا اول حاجه غندير من بعد ما دخلت للمدينه غادي ندير المازوط. هنا دخلت للستاسيون ديال المازوط، لقيت الحوانت سادين وكل شيء ساد، بغيت ناكل شي حاجه والو. دابا 3:30 ديال الصباح توقيت ديال فرنسا. هنا غادي نخرج من المدينه، الشركه كل دقيقه كتهضر معايا في التليفون، كل شويه كيسولو وكيوصيو فين وصلتي شنو هي الحاله ديال الرموك شنو هي الحاله ديالك. هنا غادي نخرج لوتوروت وغادي نرجع من البلاصه منين جيت، يعني الشركه اللي خرجت منها غادي نرجع ليها. وهنا شديت لوتوروت، الطريق كان طويله بزاف وبطبيعة الحال غادي نسوق ليله كامله وما غاديش نوقف حيت ما عنديش الحق نوقف. المازوط درت البلان، يعني المازوط ما غاديش نعاود ندير المازوط، ولكن الوقوف ضروري نريح الرموك شويه. وهنا صبح عليا الحال وحطيت الرموك، وها الرموك حطيته في الشركة وتخلصت